اتوقع في ممكن او تمتثل يس ممكن. مجلس النواب احنا لنا خبره طويله فيه، لانهم كلهم مكررين، كثير من القرارات ادعوا انهم حيلغوها وسبعونا حكي وصياح وتمثيل ومسرحيات وقدام الناس حتى يرضوا القاعده الانتخابيه تاعتهم، لكن في النهايه القرار حيظل موجود، مش حيسحبوا شيء. تمام والله ان شاء الله يا رب، بس يعني احنا اوامر الشعب، النواب ولا بيسووا شيء شايفه البلد يعني، فان شاء الله الشعب يعني يسيطر على الموضوع حتى يخفضوا كل شيء، ضريبه الامور هاي. ممكن 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 ان شاء الله يشيلوه، ان شاء الله يشيلوه. يا سيدي بالنسبه لفاتوره الكهرباء اللي هي تاعت الطاقه، مجلس النواب دائما بيقدم قرارات للحكومه، واللي برجو انه يعني نوابنا ما يستعطوا الشعب على اساس انه حذف الفاتوره. انا يعني عندي مزرعه قاعد ما بسكنها بالسنه يوم، قاعد بيدفعون عليها بدل نفايات 3 دنانير، وهذا القرار من وزير البلديات. ارجو انه يمتثلوا لقرار مجلس النواب حكومتنا الرشيد، لانه كاهل المواطن ما عاد يتحمل المواطن، صار عليه ثقل مادي ومعنوي، وبتعرف الشعب الاردني رواتبه متواضعه، عنده جامعيين وعنده يعني ما عاد يتحمل الوضع، مستاجر وكل شيء.